كاملة تكونوا مزيانين إن شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو اليوم إن شاء الله يكون عبارة عن تجربة ديال اللعبة ديال BTS World اللي عاد خرجت اليوم ونجربها معكم. هذه أول مرة اللعبة ويلا هم بدأوا الفيديو. ما تنسوش تشاركوا في القناة ديالي ولايك لهذا الفيديو إذا عجبكم. اللعبة كتبدأ على هذا الشكل. وقبل انا راه كنت ديجا تسجلت عملت اسمي. الاسم هذاك الاسم كتحتاجو باش ملي كيوصلك مثلا شي ميساج ولا كيصرطوه لك باسمك. وكما كتشوفوا في البدايه كيبانوا التصاور ديال فرقه البي تي اس كل عضو بوحدو. مورها كتطبيو في الشاشه ديال الهاتف ديالكم باش تبداو اللعبه. بالنسبة للدور ديالك في هاد اللعبة فكيكون عبارة عن انك كتكون مانجر ديال فرقة بي تي اس. ودابا بدينا هنا كندخلو كيوريونا لي تيكيت ديال الكونسير ديال بي تي اس في عام 2019. المراحل هادو من اجل انك تحصل على البطاقات ديال كل الاعضاء. تجوز بزاف ديال المراحل وبزاف ديال الاجزاء من باش انك تحصل على بطاقه ديال كل عضو من بي تي اس. وباش تحصل على اي بطاقه كتجوز من هاد المراحل. وهانتوما تشوفوا معايا جميع المراحل باش ناخذ جميع البطاقات. اما بالنسبه للبطاقات فهما جابوهم على اساس شكون اللي ترسم فيهم الاول وشكون الثاني الى اخره. يعني كما كنشوفوا انهم بداو من نامجون. علاش؟ حيت نامجون هو اول واحد ترسم في الفرقه وراح كيجي شوغا وكذلك تحصلوا على البطاقه ديال شوغا هو ثاني الى اخره. وفكرة هاد اللعبة كانت من أجل يقربوا الأرميز اللي هما فانز ديال بي تي اس يكونوا قرابين من الأعضاء. لهذا شركة بانكتان أو البي تي اس اخترعوا هاد اللعبة من أجل الأرميز باش يكونوا قراب للبي تي اس ويحسوا راسهم هما المانجر ديالهم. واللعبة كيكونوا فيها ليفلز أي مستويات. يعني كل ما كتسالي مستوى كتشي مستوى اللي كيكون صعب من المستوى الأول. ولكن في البداية كتكون مجرد أنك خصك تجمع بطاقات ديال البي تي اس. يعني تجمع 7 ديال البطاقات ديال جميع الأعضاء وراها كتبدا اللعبة. وكل ما كتزيد في مستوى كتزيد اللعبة صعوبة وصعوبة أكثر. واللي متميز في اللعبة انه كيمكن لك تهضر مع الاعضاء ديال البي تي اس في الرسائل. طبعا هي رسائل ماشي حقيقية، هي فقط رسائل الكترونيكية. ولكن هذا كاين بزاف الارميز حيت كيحسوا راسهم فحال كيهضروا معهم ديال بصح. وكما كتشوفوا دابا انا حصلت اولا على بطاقة نامجون ودابا غنمشي نحصل على البطاقة الثانية. رغم اني باقي في بداية ديال اللعبة الا انها عجبتني وبينات كل لعبة رائعة. واللي عجبني فيها اكثر انها جات بطريقة مختلفة ماشي كما جميع الالعاب. وعاد بالنسبة جهة اخرى انها اول فرقة تكون عندهم لعبة بهالطريقة. الان جاء الدور باش نحصل على البطاقة الثانية وهي بطاقة شوغا. وبالنسبة لجميع البطاقات كتجوز بنفس المراحل باش تحصل على البطاقة.
واللي جميل في اللعبة أكثر وأكثر أنهم يكسبون كتلعب ما كتحش بالملل، حيت كان أصوات كان أغاني وكذلك حتى الأعضاء كيتكلموا بالأصوات ديالهم الحقيقية. ودابا كما كتشوفوا ولاو عندي جوج ديال البطاقات نامجون وشوغا. كتشوفوا دابا وصلتني رسالة مع النامجون وانا اتواصل معه دابا، ولكن هو كيكتب سؤال وهما كيعطيو لك اقتراحات شنو تسرد لهم. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم، وكذلك ما تنساوش تشجيعي بلايك في هذا الفيديو وكذلك تشتركوا في القناة ديالي، وبسلام عليكم.